يا لها من فوضى! وعلينا تزيين هذه الغرفة! أحب هذا المكان! الكثير من المساحة! والقمامة! هاي مونيكا! حان الوقت لمعرفة من سيكون غنياً اليوم! ومن سيكون فقير! مستعدة؟ أنا سأرمي! و... أو لا! أنا فقيرة! هذا حظ سيء! أوه! لقد بدأنا! ما هذه الملابس التي علي؟ لماذا؟ نعم، ملابسي أفضل! وماذا هناك؟ واو! حقيبة على وشك أن تنفجر من المال! كم يوجد منهم؟ أريد أيضاً! هيا أعطني! ماذا؟ 10 دولارات فقط؟ حسناً، سأحتفظ بهم! حان الوقت لبدء التنظيف! للبداية سأزيل هذه الخلفيات القديمة! هكذا؟ فو! يا لها من شبكة عنكبوت سيئة! آمل ألا يكون هناك عنكبوت! الصناديق للأسفل! والعجلة! أخرجي من هنا! وهذا بالتأكيد ليس مكانكم! أوه. حسناً، نصف غرفتي نظيفة تماماً بالفعل! لا، أنا لن أتسخ بهذا! لدي خادم شخصي! رتب الأشياء هنا! حاضر! وهي بدلة التنظيف خاصتي! كل شيء مقابل المال! القمامة للأسفل! أغسل الأرضية! أنا أحب التنظيف! أتخلص من الأشياء القديمة أيضاً! كل شيء جاهز! تفضلي! أحسنت! هذا لك! أطلب منك التخلص من الشبكات هذه ومن تواجدك هنا أيضاً! يا له من نقاء! يلمع بجمال! أنا في خدمتك يا أنسة! سأخذ سبيكة واحدة! كل ما أحتاج! الآن حان الوقت لتذويبها! سيساعدني الموقد المؤمن في ذلك! إذن أذوب كل الذهب! بالضبط ما هو مطلوب! لماذا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً؟ هيا صب الطلاء هنا! فوراً أنيستي! حسناً! بالذهب يمكنني أن ألطخ يدي! سوف أطلي الجدار بنفسي! يا له من لون رائع! لكن كم هذا ممل! أيها الخادم، أحتاجك مرة أخرى! أطلي كل شيء هنا! إذن أهم شيء عدم ترك البقع على الحائط! بحذر! يا له من جمال! يجب أن ألون الجدران أيضاً! من الجيد أن لدي ألوان الجواش بمتناول يدي! والممسحة ستكون كالفرشات! فقط أصب الطلاء ودعونا ننطلق! بالضبط ما هو مطلوب! هذا يعمل! الآن اللون الأزرق! نعم! وإلى أين بدون اللون الوردي؟ هذا أفضل مزيج لوني! انتهيت! ما رأيك؟ ليس سيئاً، لكن الآن سأتحقق من عملك عن قرب! ماذا؟ لماذا بقي الطلاء على إصبعي؟ ما المضحك في ذلك؟ وأنا انتهيت! كم هذا رائع! مونيكا، هل يعجبك؟ أنا أحبه جداً! نعم، أحسنتي! إنها البداية فقط، والغرفة ستصبح أجمل! يا لها من قطعة ثقيلة! سأضعها هنا! الآن سأحضر واحدة أخرى! هكذا! حسناً! الآن أنا بحاجة إلى شريط لاصق! لحظة! من الأفضل أن أقوم بوضعهم بجانب بعضهم البعض! هذا كل ما أحتاج! الآن سأغطيهم بورق مقوى في الأعلى!
سأقوم بلصقه أيضاً. أريكتي جاهزة؟ لنختبرها؟ أوه، ليس ألين هبوط. ماذا أفعل؟ فكرة؟ لم أعد بحاجة إلى هذه الكتب القديمة. الآن ستتحول إلى أرجل للأريكة. الآن أفضل بكثير. يمكنني أن أقرأ بهدوء. حتى يمكنني الاستلقاء. أوه، كم هذا قاسٍ. أحتاج إلى وسادة، وأعرف كيف أصنعها. سأخذ كيساً وأملأه بورق مجعد. أضع الكثير إلى أقصى حد. الآن سأقوم بلصقه بالشريط. وسادتي الناعمة جاهزة. أوه، كم هي مريحة. لكن أشعر بالبرد بدون بطانية. سأصنع لنفسي بطانية من الصحف. أحتاج فقط إلى لصقهم في ورقة كبيرة. ممتاز. الآن يمكنني أن أخذ قيلولة بهدوء. أوه، مجموعة كبيرة من الاختيارات. ليلي في فراش تحت الصحف. أوه، من الجيد أنني أستطيع الحصول على سرير حقيقي. أوه نعم، هذا ما أحتاج. سوف يناسب ديكور الغرفة. سأطلبه. حسناً، كفيتم التثبيت؟ جاهز. يبدو جيد. وجميع ألعاب المفضلة؟ رائع. أوه توقف، أريدك أن تهزني على السرير. هيا. لكن أنسة. نعم بكل سرور. أوه كالأطفال. ورقة إلى هنا، ورقة مالية إلى هناك، واحدة أخرى، واحدة أخرى. ما نوع السجاد الذي سأختاره للغرفة؟ هذا أو هذا؟ أوه، هذا فقط مثالي. سأخذه. وها هو، أفضل مما يبدو في الصورة. أريد لمسه بقدمي. أوه، إنه مثل البوب إيت. كم هو مريح. أنا جاهزة لفعل ذلك للأبد. سأخيط قطعة الكرتونة هذه. غرزة أخرى. هذا رائع. وهنا سجادتي النهائية. على الرغم من أنها مصنوعة من الورق المقوى إلا أنها مريحة. أحبها. أريد أن يكون كل شيء تماما مثل المخطط. لا اسمع، أريد هكذا. هل تستطيع فعلها؟ أحسنت، أمسك المطرقة وأبدأ. أوه حان وقت العمل. يا له من كوكتيل لذيذ. يمكنني أن أشربه طوال اليوم. كيف الحال مع خزانة الملابس؟ أوه جاهزة بالفعل. أوه، إنها تناسب ملابسي كثيراً. رائع. واو، يا لها من خزانة جميلة. واو، وتدور أيضاً. أشياء كثيرة لدى مونيكا. أنا أريد ذلك أيضاً. اهدئي ليلي. ماذا سأرتدي؟ ربما هذا الفستان. أحتاج أيضاً إلى خزانة. سأخذ هذه الأنابيب البلاستيكية وأربطها بمساعدة زوايا مختلفة. هكذا. الآن لدي علاقات لطيفة. كل ملابسي ستتسع هناك. ما هو اللون الذي يناسبني أكثر؟ أحمر أم أصفر؟ أنا مصممة أزياء. مصممة أزياء؟ كما تريدين ليلي. ماذا يجب أن أضيف إلى غرفتي؟ آه طاولة. وهنا دراجتي القديمة. سيكون من الضروري طليها. على سبيل المثال باللون الوردي. أولاً عجلة القيادة. الآن هيك.
هيكلها والعجلات بالطابع. أعشق هذا اللون الساطع. بضع لمسات وجاهزة. الآن السطح الزجاجي، أضعه مباشرة على الدراجة، هذا المطلوب. يا له من مشهد رائع بتوقيع المصممة ليلي. ليس سيئا، ويمكنني قيادتها أيضا. انظري. أوي أنا أسقط. مضحك. أنا بخير. آنسة هذا لك. لي؟ جهاز التحكم؟ بماذا يتحكم؟ واو نعم، هذه طاولة آلية، جميل. واو طاولتك على عجلات أيضا، رائع. أسرع القصوى. آسف أيها الخادم، هذا ممتع، ربما مرة أخرى. لا يكفي، ساعدوني، إنه يطاردني، دعه يتوقف. حان الوقت لتزيين الغرفة أكثر. سوف أعلق شريط ضوئي على المسامير هكذا في جميع أنحاء الحائط. جميل جدا. المزيد من الأضواء على علاقة الملابس. سأدع النور يعبر إلى هناك، ماذا مريح. نأخذه إلى هنا ثم إلى هنا. أحملني بثبات. أحاول جاهدا. ركبتي ترتجفان. كم هذا لطيف. نعم أعرف الكثير عن الديكور. أدر التلفاز إلى هنا. الآن أعطني مقبض التحكم. بالضبط ما هو مطلوب. وسيكون لدي تلفاز صغير أيضا. وها هي ألعاب القديمة. استرخوا هنا يا رفاق. هي لا تسقطوا، اجلسوا بهدوء. ما هذا؟ وأنا اشتريت ألعابا جديدة، هم بالتأكيد سيحبون سريري. وما هي الغرفة بدون نباتات؟ هم رائعون. هذا صحيح، هل تحب الصبار سيد موس؟ نعم جدا. مع كل هذا الآن لدي غرفة مريحة. لنرى ماذا على التلفاز. مهلا، أين الإشارة؟ هيا أعمل. تلفاز غبي. ألا أعتقد جعلت الأمر أسوأ. واو الكثير من الضيافة، هل هذا لي؟ بالطبع لي. شكرا لك مونيكا، لا أعرف حتى من أين أبدأ، أريد كل شيء. يا لها من طاولة مريحة، ليس علي النهوض من سريري حتى. بالمناسبة لديك غرفة مذهلة. وأنت أيضا ليلي. شكرا. إذا أحببت غرفة بطلاتنا ضعوا إعجاب واكتبوا في التعليقات ماذا أعجبكم أكثر في الغرفة. أما الآن وداعا يا أحباب.